ظلت تعرف وضعا وبائيا مستقرا، شهدت مدينة الناظور تسجيل عدد كبير من الإصابات بكوفيد-19، ما اضطر لجنة اليقظة محليا إلى تطبيق عدد من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، همت أساسا فرض قيود على التنقل من وإلى مدينة الناظور وتحديد إغلاق المحلات التجارية في 8 مساء، كما قررت إغلاق سوق ولد ميمون أحد أكبر الأسواق بالمدينة. فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. سدود أمنية عدة في مداخل مدينة الناظور، هنا يستوقف عناصر الأمن سائق السيارات القادمين من المدن الأخرى لإخبارهم بضرورة استصدار رخصة تنقل استثنائية للدخول إلى مدينة الناظور. هذه المدينة التي شهدت في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بمرض كوفيد-19، حيث قررت لجنة اليقظة بعمالة إقليم الناظور تطبيق عدد من الإجراءات للحد من انتشار الوباء. الشرطة قال لي علاش جيتي هنا، قلت راني كنت معنا الطبيب وقال لي خصك الورقة باش تدخل هنا. قلت له هذا وقيلا قانون جديد داروه، مازال ما عندنا حتى شي خبر على الناظور، ما تقدرش تدخلو بالورقة. اوبليجي إذا قالوا لنا سير، أما عندنا البوست في المحطة، إذا قالوا لنا كيفاش اوبليجي. جيتي مبكر غادي الناظور؟ إن شاء الله نحط هو نولي. من بين الإجراءات إغلاق المحلات التجارية العادية على الساعة 8 مساء، بينما بالنسبة للسوق ولاد ميمون وسوق المركب التجاري والفضاء التجاري المعروف بسمقة 10 فقد فرض الإغلاق على الساعة 6 مساء. حاولوا الله يعطيك الخير تنقصوا في العدد، حاولوا يوقف شي واحد في الباب يدخل واحد العدد محدود، كل كولوار 5 نساء تكون مرة بينا والكمامة ضرورة. هذه الإجراءات الجديدة تقلق بال التجار هنا بسوق ولاد ميمون أحد أكبر الأسواق بالناظور، هم اليوم بين منطقة الالتزام بالتدابير الجديدة وسندان الكساد التجاري الذي عانوا منه طيلة أشهر. عندنا تخوف، لكن هذا الشيء اللي خلانا اليوم نحن كتجار نحاولوا أننا ضروري علينا نطبقوا هاد الشروط اللي طبقتها السلطة باش ما نحاولوش أننا نطيحوا في نفس المشكل ديال 4 شهور اللي دازت. راه صراحة أغلبية التجار ولاد ميمون بزاف من هذاك الحال خلاتنا نضموا بعدا على حسب الناس، راه كندخلوا شويه شويه، كنخليو واحد في الباب كتدخل واحد الكميه حتى كتخرج، كندخلوا الناس الاخرين وبالكمامه والمعقم ديالنا. واش الناس كيمتثلوا لهذه؟ لا لا كيمتثلوا، الحمد لله اللي كاين، وكيخليوا المسافه القانونيه. فكا خانغ ونخسبو خانختك عاود ويستناين عاود شفاء بارك زي حجر السيح. الصراحه هو نتمني شندور عاود ما مشتو غان من هنا تستقر من هنا واحد 15 يوم ان شاء الله. ان شاء الله نرجعوا كما كنا مع الاول. بالنسبه لمرض الحوامض راه عندكم على 6 العشيه خصكم تسدوه. عدد الحالات المصابه باقليم الناظور تتجاوز الان 900 حاله، بينما حالات الوفاه ارتفعت بشكل كبير في الاسابيع الاخيره لتصل الى 23 حاله وفاه. قسم العنايه المركزه بمصلحه الحجر الصحي بالمستشفى الحسني بالناظور بلغ طاقته لاستيعابها الكامله، والامل ان تساهم هذه الاجراءات في التقليص من حده انتشار العدوى لتخفيف الضغط والحيلوله دون انهيار المنظومه الصحيه بالناظور. اغلاق سوق ولد ميمون بمدينه الناظور سيتم إذن على الساعه 6 مساء، وسلطات مدينه وجده هي الاخرى قررت تطبيق عدد من الاجراءات